صلى الله عليكم. يقول بعض المصلين يصطحب ابنته دون 6 سنوات إلى المسجد وتصف مع المصلين، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يخاف عليها ويحملها معه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته وهو يصلي، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فيحملها إذا كان يخاف عليها. نعم.